طيب مشاهدينا الكرام، عملية الإرادة الصلبة عملية نوعية ومهمة من خلال النتائج اللي تم تحقيقها. حدثنا عنها معاون رئيس أركان الجيش للعمليات الفريق الركن قيس خلف المحمداوي. ابقوا معنا. شكرا لوجودكم في مقر دارة العمليات، وشكرا لكادر إعلام وزارة الدفاع. الإرادة الصلبة بمرحلتها الأولى والثانية والثالثة بتواريخها وأحداثها، يحدثنا عنها سيادة الفريق. حقيقة عمليات الإرادة الصلبة في هذا العام لحد الآن كملت المرحلة الثالثة اللي كانت في 15 حزيران في قواطع ثلاث عمليات. بدأت أصلا في المرحلة الأولى في 29 آذار، شملت قيادات عمليات الجزيرة وصلاح الدين وغرب نينوى، وانضافت إلى قسم من نينوى. المرحلة الثانية كانت في رمضان بالعشر الأواخر على ضوء خود معلومات مهمة جدا تتعلق بوجود نوايا للقيام بغزوة كبيرة من قبل الإرهابيين، وكانت بالضبط في 23 نيسان. هذه استمرت 5 أيام، شملت كجهد رئيسي قيادات عمليات الأنبار والجزيرة وكربلاء المقدسة، لكن كانت رؤية القيادة أنه فرصة ولوجود تهديدات في عموم القواطع، وأيضا هو جزء من تدريب كل قطعاتنا البطلة. شملت هذه العملية عموم قواطع العمليات. آخر عملية الإرادة الصلبة هي كانت في قواطع ديالة، سامراء، وصلاح الدين وشمال بغداد، شملت حاول عظيم مناطق بعقوبة ومناطق العبارة ومناطق أخرى في إديالة. كل هذه المراحل الثلاثة اشتركت بها قطعات الجيش. النتائج المتحققة والرؤية المرجوة من العمليات. كل العمليات الإرادة الصلبة مبنية أولاً على معلومات، على أسبقيات لتحديات معينة في قواطع محددة. لذلك كانت المرحلة الثانية بشكل خاص كانت التحديات والنوايا كبيرة، واستمرت 5 أيام، ولولا الظروف الجوية كان مخطط لها أن تبقى 7 إلى 10 أيام. هذه تميزت المرحلة الثانية، شملت كل العراق، رغم أنه جهد الرئيس يتركز في الأنبار والجزيرة وقواطع صحراء كربلاء والنجف، إلا أنه كانت الرؤية تشترك بها كل القيادات بدون استثناء. لذلك شملت كل العراق واشتركت بها كل القطاعات اللي نوهنا عنها وحققت نتائجها والحمد لله. الدروس المستخلصة من الإرادة الصلبة. هو تدريب عالي المستوى بأعداد كبيرة. الدرس المهم حقيقة هو العمل المشترك من كل القيادات المعنية، جيش وشرطة وحشد، جهاز مكافحة الإرهاب وحشد عشائري، وحتى من المواطنين المتعاونين. لذلك النتائج كبيرة، وبدأت تظهر النتائج من خلال، إذا تلاحظون، ضربات جوية دقيقة. بدأ العدو ينكشف، يتحرك من مكان إلى آخر بعد الاستطلاع الدقيق والعثور على معلومات، بالإضافة إلى أن قطاعاتنا البطلة عندما تلتقي بمحاور مختلفة في قواطع محددة هو بحد ذاته يعتبر نجاح ميداني على الأرض. أي مرحلة كانت الأصعب في هذه العمليات العسكرية؟ حقيقة المرحلة الثانية كانت بها صعوبات تتعلق بالظروف الجوية، لكن كان رأي القيادة، قيادات العليا، أنه تستمر هذه العملية ونعمل في كل الظروف، وجزء من التدريب، وأيضا نعمل لقطاعاتنا البطلة أن تتجاوز هذه الظروف. حقيقة استمرت 5 أيام، هذه ما كان بها إسناد جوي إلا اليوم الأخير، وحققت نتائج كبيرة. الإحصائيات التي تم تحقيقها ضد العصابات الإرهابية. كإحصائية حقيقة فقط لعام 22، يعني من بداية 1/1/22 لهذا اليوم 22 حزيران، قطعات طيران القوات الجوية بأسبقية أولى وبعدها طيران الجيش نفذوا 92 ضربة جوية، نتيجتها قتل 129 إرهابي. قسم من العمليات للقتل، خاطر نكون منصف لقطاعاتنا، هو قطاعات الأرضية اللي قامت سواء بتعقيب الضربة والوصول لما تبقى من عدهم، أو من خلال معلومات لاستهداف المجاميع الإرهابية. مجموع ما تم قتله هذا العام من إرهابيين 129، وهو عدد كبير، لأنه هذول يعملون على شكل مجاميع صغيرة، يعملون في مناطق صحراوية، في مناطق نائية، لذلك كانت الضربات موفقة. هل من تضحيات قدمها أبطالنا من القوات المسلحة؟ التضحيات مؤلمة حتى لو كانت قليلة، تضحيات لأبطالنا الموجودين في عموم القواطع مؤلمة جداً،
لكن اللي بشر بالخير العدد الآن للتضحيات لله الحمد في انحدار كبير. عندنا أفضل شهر الشهر الخامس والسادس، عمليات الإرهاب بدأت تكون محدودة إلى معدومة أحيانا في قواطع معينة، تحرك داعش بدأ يكون صعب عليه. ما يميز هذه القواطع الآن الرصد الجوي مستمر، ومفتاح حقيقة عملنا ونصرنا موضوع مهم جدا لابد من خلال برنامجكم النوى عليه، هو مواطننا الكريم. كلمة أخيرة أو رسالة تحب توجهها إلى مقاتلين الأبطال؟ كل أبطالنا كلمة مهمة حقيقة، مفاتيح النصر جنودنا وضباطنا البواسل اللي موجودين بقيادات العمليات، عملهم كبير ومميز ويحمون العراق، لذلك تحية وتقدير واحترام لكل أبطالنا، ونأمل أن هذا العطاء وهذه النجاحات تستمر وصولا إلى الخلاص من هذه المجاميع الإرهابية. شكرا لكم مشاهدينا لحسن الاستماع.